والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل. شكرا سحر ناجي، شكرا يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. صرح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركة جنوب الوادي تعد شركة متكاملة متعددة الأنشطة، تستهدف خدمة محافظة الصعيد وتوفير كافة الخدمات لأهالي الصعيد، خاصة جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023-2024. هذا وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة في كافة محافظات الصعيد للمساهمة في مشروعات التنمية المجتمعية التي تسهم في تطوير مستوى معيشة المواطنين، مشيدا بأداء العاملين بشركة جنوب الوادي والشركات التابعة على جهودهم لتنفيذ خطط ومشروعات القطاع بمحافظات الصعيد. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب سابقة من توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع لأوبك بلس، ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بما قد يثير تقلبات في السوق. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% لتستقر عند $85.56 للبرميل. هبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 1.39% إلى $78.57. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.62% لتصل إلى $3.13 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.62% لتسجل نحو $2.68 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نقلت وكالة رويترز عن مندوبين من أوبك بلس بأنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على السياسة النفطية الراهنة في اجتماعها المزمع في أول فبراير، وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لأوبك بلس بشأن أساسيات السوق. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تعتزم استثمار أكثر من تريليون ريال سعودي، أي ما يوازي نحو $266 مليار، لإنتاج كهرباء أنظف وتوسيع شبكة الكهرباء في المملكة. وأوضح وزير الطاقة السعودي أن أكبر مصدر للنفط في العالم يتطلع أيضا لأن يصبح رائدا عالميا في إنتاج الهيدروجين، ورغم هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، لا تزال السعودية تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي عززت نموها لعقود، ما يثير شكوكا حول إمكان حدوث تحول اقتصادي في وقت قريب. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مقتفية نظيرتها العالمية وسط تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات رفع البنوك المركزية الكبرى بما فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وهبط المؤشر السعودي بنسبة 0.3% منهيا 7 جلسات من المكاسب. وتأثر المؤشر بخسائر في أسهم القطاعين المالي والمواد الخام، وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.3%، كما هبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.8% متأثرا بتراجع أسهم القطاعات الصناعية والعقارية. في المقابل اختتم مؤشر أبو ظبي الجلسة مرتفعا 0.7% بعد أن تراجع أكثر من 3% مسجلا أدنى مستوى في 6 أشهر. تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق هذا الأسبوع. جاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا من بين أبرز الخاسرين. هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، حيث تصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1%. وتراجع سهم شركة بي أن إي الألمانية للطاقة المتجددة بنسبة 15.3%.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ويوسف لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.